أنه أنا المعاهدات السرية لا تعنيني، أنا الحكومة قامت بجهود حتى إطلاق سراحي، هذا الشيء جيد جدا. وأنا أقول لك أني على يقين كامل أنه السيد الرئيس إذا اطلع على الملف واطلع فسوف يعني يصدر الأوامر أن يعطى لي جوازي، أولا لأني أستحقه، ثانيا لأني مريض، اتفق يعني الأطباء الألمان والموريتانيين والجنرال الذي كان يداويني زناكيس والبروفيسور شوستة الذي سيستقبلني في مستشفى قالوا أني أحتاج للعلاج مباشرة. هل لديكم ملف وهل وضعتم الحكومة الموريتانية في صورة هذا الملف أيضا؟ أنا أعطيت هذا الملف للحكومة الموريتانية وأعطيته للسيد وزير الخارجية جزاه الله خيرا، قد استقبلني استقبالا طيبا وأنا أحييه من هذا المكان، وزير الخارجية الحالي أحييه من هذا المكان، وأنا عندي الملف الطبي طبعا كامل، فهم؟ وأشكر أخي أيضا، أشكر أخي يحظي وحي من هذا المكان، هو الذي قام بكل هذه الجهود يعني حتى تدخلت الحكومة الألمانية. الملف يثبت أنكم بحاجة لعلاج؟ نعم. خارج موريتانيا. خارج موريتانيا، لأنه أجريت لي عملية جراحية في غوانتانامو باي ووجدت منها آلاما شديدة، وذلك أنها أجريت يعني لم يكن الأطباء موجودون آنذاك على في الـ في الـ في الجزيرة، لا أعرف هل هي عطلة نهاية الأسبوع أو عطلة سنوية لا أتذكر، ولكن كان يعني الأطباء الكبار قد خرجوا في العطلة، وكانت الحالة المستعجلة تنقل بالطائرة إلى فلوريدا، ولكن أنا ممنوع أن أنقل خارج، فتولى طبيب صغير كابتن اللي هو نقيب. خلاص كابتن عندنا ما تحتاج نعرفه شو معناها، المشاهد الموريتاني يعرف شو معناها. هو الذي قام يعني بإجراء العملية الجراحية وصارت تعقيدات، الأمريكان قالوا لي سوف نداويك، ولكن قلت لا أنا أريد أن أذهب إلى أهلي فأتداوى في موريتانيا. الأطباء الموريتانيين قالوا هذا نعرف هذه القضية المشكلة ولكن لا نستطيع أن نداويها، عادت نرسلهم إلى فرنسا، ولكن أنا لا أعرف أي أحد في فرنسا، أخي هو ألماني عنده جنسية ألمانية، فتدخل وطلب من الحكومة الألمانية، هذه حالة إنسانية قبل كل شيء، أن تتدخل، ودخل الطبيب الألماني والطبيب الأمريكي الجنرال الذي كان يداويني ورسالته موجودة، وهذا الملف مقدم للحكومة الموريتانية. وأنا أقول وأعيد أنه أنا يعني أعول جدا على السيد الرئيس أن يحل هذه المشكلة، وأنا أعرف يعني أنه يعني إنسان يعني مستقل في قراره، وهذا حقي، هذا في النهاية هذا حقي الدستوري. وأنت قلت عن السرية، أنت قلت المعاهدة السرية، أنا لا تعني المعاهدة السرية أولا، أنا لم أوقع على شيء، ولكن أقول لك فقط مثال بسيط كان معي بجنبي. لم تكن هنالك أيضا بعض الاتفاقات السرية بينكم وبين الأمن الموريتاني؟ لا، السيد مدير الأمن أحييه من هذا المكان قال لي أني سأمنع من السفر لمدة سنتين، وهي السنتين قد انتهت. قال لك ستمنع لمدة سنتين؟ نعم، وقلت له لا أقبل هذا حتى لا أقبل يوما واحدا، أنا قلت له هذا، وهو كان إنسانا مؤدبا. هو أشعرك بأن هنالك اتفاق. نعم. سنتين ربما سنتين وأنا رفضت، ربما سنتين قابلتين للتمديد وأنا رفضت. هو أولا أنا مواطن، أنا الأمريكي ليس أكبر شأن مني، وترامب نفسه لا يستطيع منع مواطن أمريكي من جوازه حتى لو كرهه أو اتهمه بكل البلاء.